إلى انتظار أبدي، إلى موتك العاجل فداء وتضحية لأجل ورقة رسمية. قد يأتي التقاعد انتهاء لعملك سنوات طوال، لكن في العراق قد يأتي التقاعد على شكل موت وقطع لأنفاسك في سبيل ورقة أنت ذاهب لختمها في دائرة حكومية. طلع شغلات وشوفوا. كل هذا في العراق وحدث ولا حرج، فالموت لأبسط الأسباب هنا، بدلا من أن يحصل هذا الرجل المتوفى على حياة سعيدة بعد التقاعد، ها هو يجزى بما فعل، وما فعله كان بذل سنين عجاف عملا وإنجازا لأجل العراق. هذا رقم علي، رقم علي. يسقط مواطن في البصرة ضحية ترهل إداري، أو قل إنه تقاعد نهايته القاسية، وكأن العراقيين اليوم كتب عليهم العمل بدون توقف أو تقاعد أو رحمة وبلا مقابل غير الموت. في المؤسسات الحكومية تغيب الضمائر الحية في كثير منها عن روح المواطن، وهذا فساد إن قلت أنه فساد بطعم الموت. وأما الحكومة التي تحارب فسادا ينخر في الروح أو البيوت أو الشوارع باتت تسابق الليل والنهار كي لا تضيع روح جديدة. هذه مناشدات عاجلة بأنفاس مقهورة باكية كي لا يتكرر مشهد يدمي القلوب في بحث عن تقاعد سعيد تزامنا مع عيد ليس بسعيد، لطالما يشاهد العراقي أحلامه أو أيامه تنتهي بدقائق انتظار مميتة. لا ما في التليفون.